السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله احنا خارجين عند واحد البلوك هكا خفيف ظريف، غاديين المزار. هاد المزار هذا مول كبير كاين في مراكش، معروف في مراكش، دايرين بان فيه عروض وفيه تخفيضات يعني. وقلنا نمشيو اليوم، الله لقينا عباد شي حظ، نمشيو نلقاو إلا باقي العروض سالية، وإلا مشيو نلقاوهم جمعو سالا ويلا حنا غادي نمشيو واخا معطلين، حيت هادشي في خبرنا بكري، ولكن متسناش باش نمشيو يعني غير اليوم. وهادي طريقكم من عندنا حنايا، ليه هادي الطريق نخليكم تتابعوا الفيديو وتشاهدوا المنظر عندي الطريق باش نوصلو، يعني تشوفوا واحد الطريق واحدة اخرى من مراكش. كنت وريتكم واحد النوبة دويرة بالليل في مراكش، هادي الطريق غير هاديك الطريق يعني. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يكون خفيف عليكم وما يكونش ثقيل عليكم. هذا هو المزار اللي كاين في مراكش، راه هو السمية ديالو، في كاع جميع الألوان، ملابس، مول، كلشي فيه. يلاه خليكم معاكم في الوقت. شوفوا دايرين عروض، قالنا دايرين ناس عروض هنايا، جينا نشوفوهم. كاين السولد، يلا تندخلو ونكملو التصوير. هنا إل سي وايكيكي دايرين تايا تخفيضات، ندخلو نشوفو دايرين 70%.
هنايا دايرين تخفيضات زوينين بالنسبة لهادو لي شوميز، يعني دايرين حاجات زوينة ومخفضينها لأن بحكم صافي دخلنا في الخريف. هادوك لي تيبقاو ليهم ملابس ديال شوية الصيف ما بين الصيف والخريف كيديرو لهم الصول. المهم جبنا بزاف شحال حاجة يعني في المتناول ودرنا دويرة. ما صورتش بزاف لان الدنيا عامرة والناس ما كان بغيش نصور هكا الوجه لان ما عنديش الحق باش نصور الناس كي الزول هذا. على قدر ما على قدر المستطاع صورت صافي. هنا الأقمشة زوينين صراحة، النوع الكاليتي زوين، يعني ماشي دايرين يعني بروموسيون ولا سولد أو تخفيضات في أي حاجة، لا دايرين حتى يعني نوع القماش زوين. المهم خدينا داكشي بينا ناخدو لبسنا فاش كنا كان ناخدو شي تويشيات خليناهم لابسينهم خلصناهم ولبقينا لابسينهم كتر ما هما زوينين وعجبونا. صافي كنخرجوا هنايا مشينا لهاد البلاصه هادي جينيفر، حتى هما دايرين سول دايرين تخفيض واعر، غادي ندخلوا نشوفوا حتى هويا. اغلبيه دايرين اللي دايرين تخفيضات هو جينيفر ولا سي واي كيكي وماروا وكوتون. خديت منهم كل هادو خدينا منهم حاجه حاجه لان غير 79 80 بحال هكا يعني في المتناول. في المتناول يعني فرصه باش انك تاخدي يعني فرصه باش انك تقداي علاش لا. هاد المجازان هادي تهي هادي ديال الشينوا جابون، يعني فيها حوايج زوينين، فيها دي ماكياج يعني ميك اب روايح بارفانات. حتى هما مشينا تقدينا عندهم شويه ديال البارفان شويه ميك اب
وهنا دخلنا عند كوتون، لقينا عنده حوايج زوينين وتقدينا مع عندهم تيشورتات بالنسبه للرجال رخاص بزاف بزاف بزاف. ورجعنا مشينا عند مروة، هنا دخلنا المروة بحال هاد اللبسه هذه لقيناها هذه دايره غير 179 يعني راه زوينه. وعاودنا دخلنا عند مروة، مروة تماك الثانيه عندها بزاف دايره السولد 50 درهم 60 درهم حتى ل 100، يعني واحد السولد اللي هو زوين بزاف. وتا هي دايره العروض ديال الميك اب، تا هي عندها دايره ميك اب روحات دايرين من 69 دايرين 79 يعني 29 في الميك اب، داكشي زعما مخير زوين. فرصه البنات اللي بغيتو تمشيو تقداو يعني هاد اليامات، واللي هادوك لي شوسيغ ولا هادوك دايرينهم تمام مخفضين بزاف 50 درهم 60 درهم، يعني هذا مكان صافي. هنايا كنمشيو نزلو للكارفور بلا نتقداو ثاني شي شويه داكشي ملتزمات اللي خاصنا يعني دخلنا هنا غادي ما غاديش ندخل معايا الكاميرا بيان سور. صافي كندخل نتقداو وغنخرجوا خرجنا يعني داكشي بالزربه، اسمحوا لي لان كنحاول غير يعني نحاول يعني غير نصور. بعد هذا هو المنظر البنات، خدينا اشياء زعما خدينا كان شحال حاجه كان داير ليها بروموسيون كاين ب 70 80 100، وصافي هذا كانت جوله في هذا المنظر. يلا خليكم هنا غادي نمشيو صافي سالينا من المازار غنركبو غادي نمشيو طريقنا للجامع فنا او المدينه كيف كيقولوا لها هنا في مراكش، خاصه شحال تويشيه تماك او يعني شي حاجه خاصنا نتقداوها تماك. قلنا فرصه ندوزو على لان هذا المازار قريب بزاف من المدينه من جامع فنا، ودرنا تماك في جامع فنا. وهانتوما خليكم معايا تشوفوا الفيديو تاع الاخر. هذا البنات المشوار السعيد اللي كيدوز منه جلالة الملك محمد السادس، هذا هو المشوار اللي كيدوز منه باش يمشي للطريق للقصر. حنا ان شاء الله غندوزو من على القصر وغنوريه لكم منين وصلوا ليه، غنقول لكم هذا هو القصر. هذا البنات هو الصور ديال القصر، هو هذا القصر ديال الملك اللي في مراكش، كبير بزاف الصور ديالو على الجهه ديال هذا المدينه او الجامع فنا او هنا البلاصه هذه. صافي هنا دخلنا الباب ديال اللي بيدينا صافي غنوصلوا للجامع فنا. وصلنا البنات هنا كنتمشاو، شوفوا هنا بمناسبة ديال عاشورة كيديروا هاد التعارج ولا هاد البندير ولا سميتهم كيبيعوهم هنايا.
الحام باش يندوز هنايا. دايرين الطرج ودايرين فيهم الاسماء، كتكتبوا فيهم الاسماء؟ شحال كتكتبوا الاسم؟ شحال؟ بابور. بابور يلا جيو عند حنان. اجيو عند حنان تكتبوا لكم بابور هنايا. ايوا وي هانتاو الاجواء ديال عاشوراء. زوين ما نقوش فيه. هادي شحال دابا؟ 2800 140 درهم. 500 واش تمشي فيها؟ سيري ناديه، سيري ناديه. ناديا شكرا. كنصورت معكم واحد النوبة. هاد البلاصة هادي خاصة غير بالكوتشيات أو بالأحصنة. صافي من هنا كنقول لكم كمل الفيديو ديال اليوم أو الفلوغ ديال اليوم، كان خفيف يعني نتمنى أن يعجبكم. ومن هنا غادي نركبو تحنا وغادي نمشيو بحالنا لجارنا. نقول لكم تصبحوا على خير، ودايما كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم. وإلى فيديو واحد آخر، فلوغ واحد آخر. السلام عليكم، تصبحوا على خير.